وبيكام رجوع من الإياب. بص، هو التدعيمات كويسة جدا. معلش معلش عادل، دي مشاهد بعد المباراة هنشوفها مع حضراتكم. شوفوا جمهور الأهلي وتفاعل جمهور الأهلي، ده أول مرة نعرض الحاجات دي، وكابتن خالد بيبو طبعا وتفاعله مع نجوم أو مع جماهير النادي الأهلي. شوف حضراتكم وإحنا وكابتن عادل بيتكلم، جماهيرية النادي الأهلي موجودة في النمسا وفي هدوء، والتيشيرتات محطوطة، وكل واحد بيمضي ده اللي أنت كنت بتتكلم فيه من شوية يعني. الأمور فيها شوية، الدنيا سهلة شوية، واجواء حلوه، والناس دي كمان ما بتصدق حد برافو عليك منتخب او اهلي او زمالك او اي حد من الانديه اللي هم بيحبوها، ما بيصدقوا ان هم موجودين هناك يعني. أيوه. الاجواء جميله، واجواء يعني دي احلى فترات العمر لاي حد اذا كان لعيب. الكلام ده خلي بالك في ناس كتيره ما تعرفوش، الناس فاكره ان انت بتلعب كره فممكن الشهره تاخدك، الفلوس تاخدك، البتاع تاخدك، ما تعرفش ان انت بعد الكره ده قصه تانية. لا لا، الكوره دي احلى، دي احلى فترات لاي لاي لاعب. بص انا اسف يا عادل، بص جماهير قد ايه، ايه ده؟ ده في النمسا يعني بلد هاديه برضو، خلي بالك وبتاع. المفروض جاليه يعني مش كبيره قوي، مش جاليه يعني بالعكس. النادي الاهلي ما شاء الله يعني شعبيته في اي حته يعني. برضو لو عندك معسكر في هولندا، احنا كان في هولندا 2002 مع بومفرير، برضو كان في يعني كان بيجينا كان بيجينا ماتشات، كان ماتشات الوديه كان بيجينا ناس كتير جدا. وكان في ماتشات في رومانيا برضو نفس القصه، وفي المانيا، واي معسكرات بره بتبقى الدنيا. لا يعني الناس ما بتصدق يعني، بتلاقي اي صحيح الانديه بتاعتها اللي بتشجعها او المنتخب بتلاقي الجاليه كبيره جدا يعني. لا اللعيبه بتعاني بعد يعني بعد ما اللعيبه بتبطل بيبقى في الامور مش سهله طبعا، مش كل الناس عارفه تشتغل، لان العقليات الناس كلها مش شبه بعض. صحيح. وانك تختار حد كادر كويس برضو، انت لو في 10 في جيل ولا 20 واحد في جيل، ممكن تلاقي واحد ولا اتنين بس بيشتغلوا منهم، وهم اللي عندهم التوفيق يعني. فالامور صحيح. بتبقى بعد الكوره شويه صعبه، في ناس كتير جدا بعد الفترات اللعب بتبقى عندها مشاكل كتير بعد ما تبطل، اذا كان ما بيشتغلش او اذا كان ممكن يكون ما عملش رصيد كويس يعيش بيه. فالامور بتبقى الناس كلها برضو فاكره ان لعيبه الكوره طول الوقت هو معاه فلوس بس وبيصرف فيها بس، ولا مش عارف في جانب تاني. معلش عادل، واحنا بنتكلم برضو قبل ما اسالك عن الصفقات، خلينا نسمع جمهور النادي الاهلي. Thank you.